اهلا بحضراتكم من جديد، نورني وشرفني نجم مصر ونجم الاهلي السابق كابتن الكبير كابتن رضا شحاته. مساء الفل يا كابتن. حبيبي يا ميدو، عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام زي الفل. حلو لون الشميس بتاعك، حاجه كده خفيف. طيب ماشي، احنا عايزين نختاره بس. طبعا الناس قبل ما تفتكرك بتفتكر 6-1 والجون بقى اللي انت جبته وعمال من ساعتها كل أساسي شويه أساسي. بسم الله الرحمن الرحيم رضا شحاته، بسم الله الرحمن الرحيم شحاته، ولازم طبعا قبل الدوري ما يبدا بشرة خير. يعني يا رب يا رب حاجه كويسه. مش متهيألي انت قلت كل الجديد عن الجول ده ولا في حاجات لسه مخبيها؟ لا قلت كل حاجه. كل حاجه هم بص هيجيبوا، انا عارف هيجيبوا الجول على طول على طول. اهو هو الجديد في الجول اصلا يعني الهدف، يعني انا اللي اتفاجئت بيه مش الناس، يعني انا اتفاجئت قبلهم. ايه ده انا جبت جول؟ ايوه بالظبط كده، عارف ايه ازاي؟ مفيش حاجه جديده خالص يعني، بالتالي اتعصرت انت في البرامج. لا مفيش خلاص، قفلنا كل حاجه بس الهدف مفاجاه لي انا شخصيا، انا ده اول لقاء لي اهلي وزمالك. انت متخيل عدد الجمهور والضغط ده وسن صغير لا كان ليه حسابات كتيره قوي 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 يعني. انت كنت عايز تروح فين؟ جمهور الاهلي كان عكس الاتجاه، فعايز اروح لجمهور الاهلي. انا هروح يعني الزمالك هو اللي في ظهر الهدف، يعني في ظهر عبد المنصف، فانا عايز الجمهور بتاعي، فبرجع بقى للنص التاني خالص. بس حاجه جميله انت كنت مركز كمان بعد الجول، يعني اي حد من كتر الفرحه مش هيبقى عامل حاجه. تفاصيل انا طول عمري في حياتي اصلا انا بركز في تفاصيل صغيره. انت هتقول لي بركز في طبليه تفاصيل صغيره كده، انا مركز ده فين وده فين، ببقى شايف كل حاجه. حتى في شغلي دلوقتي انت عارف، وانت اكيد حتى في الاكل يعني انا في التفاصيل الصغيره كويس، حتى في الاكل في كل حاجه بتركز في التفاصيل. بالظبط.